معا سنكتشف أسرار اللي تخليك تكتسب احترام الآخرين واللي ما يعرفها إلا القليل. السر الأول، اوفي بوعدك. إذا وعدت شخصا ما أنك ستقابله في وقت معين فعليك أن توفي بوعدك. لا أحد يحب أن يتعامل مع شخص لا يحترم الالتزامات مهما كانت صغيرة أم كبيرة، لأن هذا يسبب ضياع الوقت وعدم احترام الآخرين. إذا ما حصل شيء ليمنعك مقابلة الشخص فلازم أن تخبره قبل وليس بعد، وحاول أن تعوض له ما حصل. فالوقت شيء مهم بالنسبة للحياة، فلا تضيعه للآخرين. كن خفيف الظل، وإذا ما كان أمرا يتعلق بك فسهله على الآخر ولا تكن سبب تعرقله لهم. احترامك وقت الآخرين واحترام التزاماتهم يجعلهم يحترمونك. والسر الثاني، لا تتكلم على الآخرين بسوء. إذا ما كان شيء بينك وبين شخص ما فيستحسن أن تواجه الشخص وتحل المشكلة، لا تترك الأمر يطول وعالجه في الحين. سواء كنت في العمل أو مع الأقارب لا تتكلم على شخص بسوء، لأن هذا ضياع الوقت وعدم احترام الغائب. إذا كان شخص غائب فحاول أن تتكلم عليه وكأنه أمامك، وإلا فستفتح مجال النميمة والطعن في ظهور الآخرين، فيظن الناس أنك ستعمل نفس الشيء بالنسبة لهم، وهذا سيجعلهم أن يتجنبوك ولا يحترمونك. والسر الثالث، اعطي رأيك. إذا كان الشخص يتحدث معك لا تكون من النوع ليستمع فقط ولا يعطي رأيه، لأن الآخر سيحس وكأنك لا تهتم بما يقول أو يظن أن ليس لك شخصية الكلام. فالكلام يكون أخذ وعطاء لكي يرتاح الآخر بوجودك معه ولا يظن فيك ظن السوء. وإذا حاولت أن تتحدث مع شخص فلا تستعمل العصبية لتفرض رأيك، لأن لا أحد ملزوم عليه أن يوافقك الرأي، لكن من الملزوم احترام الشخص لتتحدث معه. والسر الرابع، لا تكن دايما طيبا. بعض الناس لا يقدرون أن يقولوا لا للآخرين، يظنون أنهم المفروض عليهم أن يقوموا بكل ما سئلوا به، فهناك أشياء لتقدر تقوم بها وأشياء أخرى لا. بالنسبة للأشياء التي لا تقدر عليها، ما عليك إلا أن تواجه الشخص بالحقيقة، فالحقيقة تجعل الشخص الآخر يحترمك ويقدرك. رفضك الشيء لا يعني أنك تقل من شأنك أو من شأن الآخر، بل تكتسب قيمة لنفسك لأنك تقول ما لديك وبصراحة. والسر الخامس، دافع عن نفسك. لا تسمح لأي شخص أن يسيء لك أو يعاملك بدون احترام أو تقدير مهما كان الشخص. لا تصمت وكذلك لا تنفعل، لا تجعل الأفكار السيئة تغلب عليك، ودافع عن نفسك لكي يحس الآخر أنه تجاوز الحد. السر السادس، دافع عن الآخرين. إذا رأيت شخصا يساء إليه فعليك أن تدافع عنه، فأنت تدافع عليه لأنك تدافع على الحق ولا تسمح بالظلم. فدافع على الحق وبطريقة دبلوماسية. والسر السابع، تصرف كما أنت، لا تحاول تقليد الآخر،
والتقليد يجعلك شخصا مزيفا. فالإنسان الناجح هو الذي يتصرف على طبيعته وبها يجلب احترام الآخر، فالآخر يعاملك بما تعامل نفسك. إذا احترمت نفسك يحترمك الغير. والسر الثامن، تعاطف مع الغير. إذا لاحظت شخصا يعاني من شيء فتعاطف معه، لأنه ممكن أن يكون الشخص في أمس الحاجة إليك، فكلمة طيبة تقدر أن ترفع معنوياته، فلا تفوت الفرصة. وكذلك حاول أن تقدم مساعدات من غير أن يسألك أي أحد، فهذا يخليك تقدر الآخرين وتتعاطف معهم. فالإنسان الإيجابي هو الذي يساعد الآخرين ويسهل أمورهم. ثق بنفسك وبأفكارك، فالإنسان الناجح يثق بنفسه وبأفكاره، فيخترع ويبدع لأنه يقوم بما يحبه. ثقتك بنفسك تدفع الآخرين إلى احترامهم لك. والسر العاشر، أتقن عملك. ممكن تكون جديد على المهمة، لكن إذا أخذت وقتك وبدأت خطوة بخطوة فستكتسب خبرة لتجعلك تتحسن في عملك وتتقنه. إتقانك العمل يجعل الآخرين يحترمونك لأنهم يثقون بك، سواء كانوا في محيطك العملي أو الاجتماعي. إتقانك العمل هو سر نجاحك. والسر الأخير، احترام الآخرين. كلنا نختلف ونختلف في العادات والتقاليد، وهذا ما يميز بعضنا البعض. فاحترامنا لتقاليد وعادات الآخرين يجعلهم بدورهم يحترمونا. احترامنا للآخرين واحترامهم لنا يجعلنا نعيش في سعادة.